السلام عليكم الاخوه الاخوات. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا طريقه التسجيل في مدرسه الانهاء الرقميه، اول مدرسه بهذا النوع هذا في المغرب. هذه المدرسه هذه الهدف ديالها هو تعلم البرمجه وعلوم الكمبيوتر. هذه المدرسه هذه طلبت تقريبا 50 طالب ومده تكوين مده سنه في جوج تخصصات. هذه المدرسه هذه طالبه جوج تخصصات، اول تخصص هو تطوير الويب، والتخصص الثاني هو تطوير تطبيقات معلومات، يعني ديفلوبمون ويب وديفلوبمون موبيل. باش نتسجلو كنجيو كنكليكيو على هاد السيت هذا، كيعطونا هاد الفونيت خادي. هاد الفونيت خادي كيعطونا واحد المعلومات على هاد المدرسة هادي، مثلا شحال ديال لي كونديدا اللي باغيين، ولا شحال ديال التلاميذ اللي باغيين، ولا لي فيليير. مثلا الفيليير كاين عندنا جوج الشعاب، كاينه ديفلوبمون ويب وديفلوبمون موبيل. باش نتسجلو كنجيو كنكليكو على هاد انسكريبسيون بحال هكا. من بعد ما كنكليكيو عليها بحال هكا، هنايا كندخلو المعلومات الشخصية ديالنا. نبداو مثلا نحاولو نديرو هاد التسجيل هذا، مثلا نديرو السمية مثلا أيوب، نجيو للبخينوم نديرو مثلا الكنية، مثلا نديرو بقال، نجيو نختارو هنايا الجنس ولا شي كولير، كنديرو مثلا هوم، كنختارو الجنس ديال كي داير نتا. هنا كنختارو شحال سنة عندك، نديرو هنايا 24 مثلا. كنجيو البطاقة الوطنية مثلا نديرو هادو لادريس، هنا كدير العنوان ديالك. كنديرو مثلا مراكش منارة، هنا المدينة فيها الساكن مراكش. هاد الموقع هدا محلول في حب بني ملال، يعني هنا أغلبية بيكتب عنوان بني ملال، البلاصة فينا كدا. هنا كنختارو النمرة مثلا، نديرو 0 0 6 0 0 0. كنجي هنايا لادا دوريسونس فين تتزاديتي، كنديرو بحال هكا. كتجي هنا كتختار لادا فين تتزاديتي، مثلا زاديتي في 2003، نديرو المهم شي تاريخ بحال هكا. ومن كتختار هو لادا فين تتزاديتي، من بعد كنجيو من بعد كنختارو الايميل فاش يقدرو يتواصلو معنا، ايميل يكون خدام. هنا كنجيو كنديرو تنتان سيليكتيف هادي، علاش تيقول لك هنا تيقول لك واش نتايا ممكن تدي بلاصة عندهم وتبقى تما من 10 شهور حتى شهرين حتى 12 شهر في بني ملال، حيت التكوين فيه مثلا فيه عام. من بعد كدير نيكست، هنا كيعطوك الباركور اكاديميك، مسارك الدراسي ولا الاكاديمي شنو درتي فيه. مثلا حنا نديرو البرونش ديال الباك هي بي سي، النيفو نديرو مثلا نديرو غير نيفو بحال هكا، نديرو مثلا نيفو باك بليس دو. هنا الفعلية أكاديميك نقولو درنا في الانفورماتيك مثلا في لافاك، آخر ديبلوم قبضنا في الباك، آخر ديبلوم قبضنا هو الباك. وأنا كنختار إتابليسمون الأستاذة فاش قبضتيه، الصراحة هادي أنا معرفتش ندير إتابليسمون بلي ملا. وهنا كتختار لادات لي شديتي فيها الديبلوم، كدير بحال هكا، نديرو واحد شي 2021 هكا. هنا هو لادات فاش قبضت الديبلوم، بعد كدير أوكي. هنا كيقول لك المهن ولا التجارب المهنية واش عندك، لا عندك وي، كتقول شحال من سنة دوزتي فيهم وإلى دومين. ما عندكش كتقول نو وما تكتبش، ما كتجاوبش على هادو. ملي كتجي هنا الكومونتير، هنا بحال قلتي واحد ليتر موتيفاسيون كتكتب فيها علاش أنهم يقبلوك. ليتر موتيفاسيون كتحاول تحاول تقنعهم باش يقبلوك. حنا مثلا ندير أوكي، وملي كدير أونفواي دابا راه تتسمى تسجلتي، وكيبقى ملي كطلع كالفونيت خالي كتبقى كتعرف راسك راه تسجلتي، وكتسناهم يتواصلوا معاك في هاد في الايميل صيفطي ليهم ولا النمرة. ولا بغيتي تتواصل معاهم كتر، راه كاينين المعلومات تجاولهم هنايا، ها الكونتاكت ديالهم، ها الايميل، ها النوامر ديالهم. ولا بغيتي تتواصل معاهم كتر والله يعاونكم، وتتمنى الفيديو يكون عجبكم والله يسر.